أهلا بكم. من يقف وراء التفجيرات الدموية التي ضربت بغداد لتستفيق على دماء العشرات من القتلى والجرحى العراقيين الأبرياء في تفجير مزدوج بأحزمة ناسفة؟ استهدف هذا التفجير أو التفجيران استهدف المدنيين الأبرياء في ساحة الطيران المكتظة وسط العاصمة. إلى أي مدى تكشف هذه التفجيرات عن هشاشة الأجهزة الأمنية؟ أين خطط الكاظم لضبط الأمن؟ تقول وكالة فرانس بريس إن العراقيين باتوا وقوداً لمدافع الأحزاب والاقتتال فيما بينها، وربطت التفجيرات الدموية باقتراب موعد الانتخابات، وتساءلت عن غياب دور الأجهزة الأمنية وكيفية تسلل المفجرين إلى قلب العاصمة بغداد. ما دلالات توقيت التفجيرات في بغداد بعد يوم واحد فقط من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية؟ وهل ثمة علاقة بينهما في ظل قرار سلفي ترامب تقليص عدد قوات التحالف في العراق؟ من له المصلحة بعودة التفجيرات لتحصد أرواح العراقيين؟ وما هي الرسالة التي يرسلها الفاعلون؟ وهل ثمة أطراف تريد من خلال بقاء دوامة التفجيرات تريد إبقاء المشهد السياسي كما هو دون تغيير بعد المطالبات الشعبية بإسقاط نظام المحاصصة والفساد القائم في العراق؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على التفجيرات الدموية التي استهدفت ساحة الطيران في بغداد، ومن الجهات التي تقف وراءها، وما تداعياتها، وهل ستستمر باستهداف العراقيين الأبرياء؟ نشاهد بداية هذا التقرير. استفاقت بغداد على دماء العشرات من القتلى والجرحى في تفجير مزدوج بأحزمة ناسفة استهدف المدنيين في ساحة الطيران المكتظة وسط العاصمة. عقبه هجوم لتنظيم داعش على الحشد شرقي صلاح الدين، وهجوم آخر على محيط مطار بغداد بعد يومين فقط من التفجير الأول، ليكشف عن مدى هشاشة الأجهزة الأمنية ويفضح فشل خطط الكاظم لضبط الأمن، معلنا عودة التفجيرات التي تحصد أرواح العراقيين من دون تمييز. العراقيون باتوا وقودا لمدافع الأحزاب والاقتتال فيما بينها بحسب وكالة فرانس بريس، وأنهم يعيشون في قلق من عودة التفجيرات مع اقتراب موعد الانتخابات، مستغربين من غياب دور الأجهزة الأمنية وكيفية تسلل المهاجمين إلى قلب العاصمة بغداد. عودة التفجيرات واستهداف الأسواق الشعبية هو تذكير بأن وضع العراق محفوف بالمخاطر، كما وصفته وكالة أسوشيتد بريس التي ذكرت أن توقيت هجمات بغداد بعد يوم واحد فقط من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية يثير التساؤلات عن الخطوات التي سيتخذها في ظل قرار سلفه ترامب تقليص عدد قوات التحالف في العراق، مؤكدة أن الهجمات جاءت أيضا قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي يطالب بها المحتجون لإزاحة السلطة الحاكمة ووضع نهاية للفساد، وقد تمثل رسالة ترهيب جديدة لإبقاء المشهد السياسي كما هو من دون تغيير. هيئة علماء المسلمين في العراق دانت التفجير الإرهابي المزدوج، وأكدت أن هذه التفجيرات التي تأتي بعد أيام قليلة من قرار الحكومة الحالية تأجيل الانتخابات والتفجيرات المريبة التي حصلت في مقر الميليشيات في ناحية جرف الصخر تؤكد بدء مرحلة صراع جديدة بين الميليشيات وسعيها المحموم إلى خلط الأوراق وإرهاب الناس وإشاعة الفوضى وبث المشاعر الطائفية المقيتة واستثمارها في التهيئة للانتخابات، ولا سيما بعد إخفاق هذه القوى والأحزاب في إنهاء الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية. أما اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فذهبت إلى أن ما شهدته بغداد من تفجيرات إجرامية هو إرهاب سياسي وبتخطيط إيراني، وهي رسالة إيرانية إلى إدارة بايدن تهدف إلى التناغم معه في المفاوضات بشأن ملف هانوي لإعادة التفاهمات بينهما على حساب الدم العراقي البريء. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وصفت التفجيرات بأنها عمل إجرامي نفذته أذرع إيران في العراق بتسهيل من الأجهزة الأمنية الحكومية، في حين أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد تخصيص 20 مليون دولار لدعم حكومة الكاظمي في تأمين المنطقة الخضراء وسط الهجمات والقصف المتكرر الذي تقوم به الميليشيات الموالية لإيران.
أرحب بداية بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك أستاذ حاتم. مرحبا. وأرحب بضيفي الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في مجال مكافحة الأرهاب عبر سكايب. أستاذ ظافر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. شكرا. وأرحب أيضا بالدكتور رائد العزاوي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف. دكتور رائد العزاوي مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم سيدات وسادة مشاهدي قناتي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ حاتم، بداية أبدأ معكم، تفجيرات بغداد، تفجيرات ساحة الطيران، هذان التفجيران الإرهابيان الذي أوقع القتلى والجرحى من العراقيين في هذا التوقيت، كيف تقرأ دلالات التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لمشاهديكم الكرام وليضيفك الكرام. في البداية دعني أقول لنأتي إلى الوضع العام في العراق. يعني الوضع العام في العراق، العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا هو ساحة للصراع لمخابرات دول أجنبية، وبالتالي ما يجري في العراق هو جزء من هذا السياق الذي دأب عليه العراق طوال الفترة الماضية. يعني عندما نأتي إلى الوضع العام الآن في العراق، الوضع الأمني هناك تهديدات، هذه التهديدات تأخذ أولويات بالنسبة للحكومة العراقية، تنظيم الدولة يعتبر تهديد، الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة وتأتمر بإمرة إيران وتهدد الدولة العراقية تعتبر تهديد أيضا، النفوذ الإيراني المباشر أيضا يعتبر تهديد بالنسبة للعراق. أضف إلى هذا بأنه إذا جئنا إلى الاقتصاد نرى بأن هناك انهيار كبير جدا في الاقتصاد العراقي، إذا جئنا إلى الوضع الصحي نرى بأن الوضع الصحي متدهور في العراق بشكل كبير جدا. إذا نحن نتكلم عن فشل كامل في منظومة الحكم العراقية وفي بنية النظام الحاكم في العراق. فعندما تأتي مثل هذه التفجيرات بعد أكثر من 17 سنة، بعد تجربة مريرة خاضها العراقيين وتفجيرات أدت بأرواح الآلاف من العراقيين، ثم يأتي خلل مثل هذا الخلل، أنا أعتقد بأنه يثير الكثير من التساؤلات. أولا، القوات الأمنية، تتواجد القوات الأمنية الآن بأعداد كبيرة جدا، يعني ليس هناك نقص في القوى البشرية بالنسبة للأجهزة الأمنية، ولكن هناك إشكال في عملية إدارة هذه الأجهزة، لأنه هذه الأجهزة خضعت منذ تشكيلها إلى مسألة المحاصصة الطائفية، وبالتالي عندما تأتي بأشخاص على أساس الولاء وليس على أساس الخبرة والمهنية، أكيد أنه لن يستطيع قادر على إدارة مثل هذه الأجهزة ومواكبة الأحداث والتهديدات التي تجري في العراق. وبالتالي عندما نأتي مثلا إلى مسرح الجريمة ونرى بأنه الإجراءات التي اتخذت على مسرح الجريمة بعد أن تم تنفيذها، نرى بأنه تنم عن قلة خبرة وعدم إدراك للمسؤولية حقيقة. يعني مسرح الجريمة يجب أن يطوق، مسرح الجريمة يجب أن يأتي خبراء التفجيرات ويرون المادة المتفجرة، كميتها، نوعيتها، أسلوب استخدامها. أضف إلى هذا بأنه يجب أن يكون هناك رفع للبصمات لمعرفة كثير من الأمور التي يمكن تفيد التحقيق وترتبط بملفات أخرى، ولكن نرى بأنه عملية غسل وتجريف مسرح العمليات ينم عن قلة خبرة بشكل كبير جدا. هذا واحد. المسألة الثانية، توجد كاميرات حرارية كثيرة جدا في بغداد. هذه الكاميرات كان يجب تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية، لأنه عندما نسمع التناقض الذي حصل ما بين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية وما بين الناطق الرسمي لرئيس الوزراء، ترى بأن هناك إشكال حقيقي في عملية التنسيق وعدم تبادل المعلومات ما بين الأجهزة الأمنية. عندما يقول بأنه هذا الشخص الذي فجر نفسه كانت الأجهزة الأمنية تلاحقه، بينما يخرج لنا آخر فيقول لا، الأجهزة الأمنية هو كان يقول لهم تعالوا تجمعوا علي لأني مريض، ثم بعد ذلك يفجر نفسه. يعني هناك إشكال حقيقي ما بين الأجهزة الأمنية في كيفية التعاطي والتعامل مثل هذا مع هذه المعلومات. إذا كانت لديكم معلومات كان يجب أن تقوموا بإجراءات، منها حظر التجوال، منها منع التجمعات في هذه المناطق المكتظة. أضف إلى هذا بأن مسرح الجريمة جاء في منطقة حيوية معروفة في بغداد، هذه المنطقة الحيوية تتواجد فيها أغلب الأجهزة الأمنية في بغداد، وكانت منطقة أو ساحة للتظاهر،
كيف تم اختراق هذه السيطرات وكيف تم اختراق هذه الأجهزة الأمنية ليصل بحزامه الناسف إلى هذا المنطقة دون تفتيش ودون حسيب أو رقيب ويقوم بالتفجير بهذا الأسلوب؟ أنا أعتقد بأن هذا التفجير يحمل دلالات كثيرة، يحمل دلالات سياسية، يحمل دلالات من حيث التوقيت، ويحمل دلالات من حيث الجهة المستهدفة ومن المستفيد من هذا التفجير. لذلك أنا أقول بأن هذه التفجيرات لن تتوقف طالما بأنه حتى الإجراءات التي اتخذها الكاظمي بإقالة عدد من الأجهزة رؤساء الأجهزة الأمنية ثم عاد ليتراجع عن هذه القرارات لأنه بنية النظام السياسي الحاكم لا تسمح له بإجراء مثل هذه التغييرات وإقالة هؤلاء المسؤولين، لأن المحصصة الطائفية تفرض نفسها بشكل كبير جدا على بنية النظام السياسي الحاكم في العراق. أستاذ ظافر الشمري المتخصص في مجال مكافحة الأرهاب ضيفي عبر سكايب، ورحب بك مرة أخرى. لماذا مسرح الجريمة تم غسله وإزالة جميع آثار الجريمة بسرعة وكأن شيئا لم يحدث؟ هل الخلل هو خلل في الأجهزة الأمنية؟ هل هو خلل إداري أم يحمل دلالات سياسية كما تفضل الأستاذ حاتم؟ شكرا جزيلا لكم عزيزي. بالبداية نقول الرحمة لشهداء العراق جميعا الذين قضوا نتيجة الإرهاب وإرهاب الدولة وإرهاب الميليشيات، ويعني كل شهيد سقط في العراق. مسرح الدلائل، يعني أولا مسرح الجريمة تمت مثل ما ذكر الأخ العزيز أنه تم غسله يعني دون أخذ العينات، دون دراسة الموقع. هذا يدل ليس فقط على قلة خبرة، يعني أعتقد هناك شيء ما هو هذا الشيء؟ لماذا تخفى هذه الأدلة؟ يعني كان يجب معرفة نوع المادة، الأشخاص إذا كانوا يحملون أشياء أخرى يعني تناثرت خلال التفجير، وأمور أخرى أيضا. هل له علاقة بالوضع السياسي الحالي؟ نعم، هناك صراع كبير بين أطراف السلطة، منظومة السلطة الفاسدة أسميها، على المناصب الأمنية أو السيطرة على القرار الأمني. وهذا أيضا ذكر، يعني ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في تغريدة له، أن هناك أشار أن هناك صراعات، أنه لن يسمح للصراعات الحزبية بالسيطرة على القرار الأمني، لكن الصراعات الحزبية فعلا موجودة، والصراع على هذه الأجهزة والقرار الأمني فعلا موجود. أضيف هناك غياب لاستراتيجية الأمن القومي، يعني هناك غياب لاستراتيجية الأمن الوطني، هناك غياب لكيفية التعامل مع التهديدات والتحديات والمخاطر. العراق يعني يتعرض ليس فقط إلى تهديدات من الخارج، وإنما هناك تحديات ومخاطر من الداخل تسهل للتهديدات عملها، وبالتالي الوصول إلى النتيجة التي يرجوها من يقوم بالتهديد. هناك أجهزة استخبارات لدول عديدة، هناك تنظيمات إرهابية، قد يكون، أنا في اعتقادي قد يكون هناك متمردون أيضا، يعني أناس متمردين على السلطة وربما يكونون حملوا السلاح، ويمكن أن يكون هذا الموضوع مغيب بالإعلام، يعني ممكن أن تكون هذه النقطة لا أحد يذكرها، لا أعرف لماذا. الشعور بالظلم، الشعور بالإحباط، الشعور ب يعني فقدان العدالة، الشعور بعدم وجود الدولة قد يدفع بعض الناس إلى معارضة الدولة. لكن التفجير يعني هو تفجير إرهابي، هو عمل إرهابي، يعني ما الهدف من استهداف أناس بسطاء في الشارع؟ يعني هم ليسوا هدفا طائفيا، لا هم يعني ليس مسجدا ولا. إذا كانت هناك صراعات حزبية تقف وراء هذه التفجيرات، فعلا هذا السؤال يطرح، ما الهدف من قتل الأبرياء في العراق؟ طبعا ما دام الصراع على قيادات الأجهزة الأمنية موجود، أو السيطرة على الأجهزة الأمنية موجود،
إثبات فشل بعض هذه الأجهزة، إثبات فشل القيادات، وهذا أمر سهل. يعني نحن نعلم أن هذه القيادات قسم أو قسم كبير منها قد تربى في إيران، وأن إيران سيطرت على القرار الأمني في العراق، حتى القرار السياسي لا يمكنه أن يتدخل في عمل الأجهزة الأمنية. ويمكن نتذكر إحنا حادثة إلقاء القبض على مطلقين بعض الصواريخ، وكيف تم تهديد جهاز مكافحة الإرهاب ودخول مبناه، وأيضا تهديد رئيس الوزراء. يعني كل الذين يهددون هم موجودين في إيران. ارتباط شبكات الجريمة المنظمة بالأجهزة الأمنية واختراقها فعلا للأجهزة الأمنية، وأيضا للقرار السياسي أو القرار الأمني، يجعل من السهولة التسلل والدخول إلى أي منطقة. يعني ورد في كتاب لقيادة عمليات بغداد تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك معلومات ومعلومات يعني عن أرقام سيارات وعن عدد محدد، يعني 15 شخص بالضبط، لا هم 14 ولا هم 16 ولا هم 12. دائما هاي الأرقام 10 15 20 تثير الاستغراب. أيضا أماكن تواجدهم. طيب إذا كانت هذه المعلومات، لماذا لم تتم هناك عملية استباقية للدخول إلى أو ويعني للهجوم على هذه المواقع وإلقاء القبض على الذين يخططون، يعني الإرهابيين الذين يخططون للتفجير. هناك أيضا ورد في الكتاب نقطة يعني مهمة جدا، أن 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 هناك أشخاص يرتدون الزي العسكري، طيب حتى لكي وقيل أنهم لكي لا يتم استيقافهم. يعني هل أن كل من يرتدي زي عسكري لا يتم استيقافه، يعني إيقافه في السيطرات؟ إذن هناك عملية تداخل ضمن هاي شبكات الجريمة المنظمة سياسيا وأمنيا، وبالتالي تسهل الحركة لمن يعني يراد أن تسهل حركته. الانتخابات قادمة، التحشيد يعني أي عمل إرهابي هو يستخدم إعلاميا من أجل التحشيد الطائفي. خسارة بعد ثورة تشرين، يعني بعد ثورة تشرين المجيدة، وضحت الصورة أن يعني لا أداة بقيت لهم إلا بإثارة التحشيد الطائفي. وطبعا نجح إعلامهم في هذا الموضوع. طيب، في التحشيد الطائفي، ابقى معي لكي يعني يجلبوا أو هذه نقطة مهمة طبعا. نعم، شكرا لك أستاذ. نعم، ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى. هل يراد فعلا إبقاء المشهد السياسي كما هو عليه؟ ورحب بضيفي مرة أخرى الأستاذ الدكتور رائد العزاوي، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ رائد، إلى أي مدى ترى أن ما يجري هو صراعات بين الأحزاب هدفها الإبقاء على الوضع السياسي في العراق كما هو عليه، ونشر الفوضى والقتل من أجل مكاسب سياسية للأطراف القائمة أو الموجودة حاليا في العراق؟ تحية لضيفيك الكريمين والسيدات والسادة مشاهدي قناتكم. حياك الله. ويعني حقيقة حتى لا ننظر كثيرا، نحن من نعيش خارج العراق نستطيع أن ننظر كيف ما شئنا، لدينا كل هذه الأدوات للتنظيم، وأيضا لدينا كل المساحة الواسعة للحديث عن العراق وشكل العراق وماهية العراق وأحلامنا عن العراق، ويمكن أن نفسر الأمور كسبا نريد. هذا أمر طبيعي جدا باعتبارنا أننا نسعى على الأرض. حقيقة هناك عدة نقاط يجب أن نضعها أمام أنظار الجميع حتى نكون موضوعيين. طيب، مسألة جلد الذات العراقية هي مسألة قديمة، السومريين والبابليين مشهورين بعمل جلد الذات، ونحن شعب يجلد ذاته يوميا، ربما أقول في كل ساعة يجلد ذاته. نحن أمام مشكلة كبيرة الآن، أما وعند الحديث عن إرهاب وعن قوى مسلحة وتدخلات قوى الجوار، هذا أمر أصبح طبيعي. طب ما هو الحل؟ أنا أسأل نفسي وأسأل الضيوف، ما هو الحل؟ كيف يمكن لنا أن نخرج الآن العراقي يا سيدي مواطن عراقي، ونحن الساعة 4 العصر أو 3 العصر بتوقيت العصر وبغداد، لا يتفرج علينا. حقيقة خلينا نكون موضوعيين، هو لا يريد أن يسمعنا، هو يريد أن يسمع كيف يمكن لنا نحن المنظرون خارج العراق وأصحاب الأقلام والرؤى، كيف يمكن لنا أن
نوقف تدخل الأحزاب في حياته؟ كيف يمكن أن ندعوه للمشاركة في الانتخابات وأن نضع صوته من أجل إخراج العراق مما هو فيه؟ كيف يمكن لنا أن نبني العراق وأن نضع جهازا أمنيا قادرا على أن يحميه؟ كيف يمكن لنا أن نساعده على أن يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده؟ هذه هي الأسئلة الآن المطروحة للجمهور، وليس الحديث عن إيران. أصبح الحديث عن إيران مستهلك، أصبح الحديث عن طيب. تدخلات الأجهزة. ولكن هناك أمر واقع، لا يهمه إيران ولا تركيا ولا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية. المواطن اليوم يسأل أسئلة جوهرية، كيف يمكن لي أن أثق بهذه النخبة التي تدعي أنها نخبة وأنا أولها؟ عندنا كيف يمكن أن نساعده على الخروج من هذه الأزمة؟ هذه الأسئلة المطروحة اليوم. مواطن ما يهمه يتحدث عن خرق أمني طيب من هو الخرق الأمني؟ هل جاء المواطن، هل هذا المواطن الذي قام بالتفجير جاء من خارج العراق؟ البعض لصقه بدولة عربية، لكن الحقيقة هذا غير صحيح. واحد. اثنين، ربما لا أعرف ضيفيك الكريمين بأنه الأمن العراقي، لجنة الأمن العراقية تعرف المنفذين، لديها صور المنفذين، ربما لا يعرف الكثير ذلك، لديهم صور، لديهم فيديوهات، لأن الكاميرات الحرارية موجودة في العراق أو في بغداد تحديدا حددت من أين جاء. طيب، من وجهة نظركم يعني ما هي مواطن الخلل؟ لحظة 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 لحظة، هذا لم أقاطع ضيفيك، نعم. وأنت لم تقاطع ضيفيك. أكمل تفضل. نعم. خلينا نكون موضوعيين يا أخي. نعم. يا أخي الآن نعدم كل الأجهزة الأمنية. الآن قرار مني إلى خير، الآن أطلع الكاظم يعدمهم كل، وبعدين يعني السؤال وبعدين كلهم خونة، وبعدين يعني وبعدين السؤال المهم جدا للعام المواطن العراقي، وبعدين من يحمي؟ اعدمهم يا الكاظم، يطلع الآن علق المشانق مثل ما علقت المشانق الكثير، اعدمهم كلهم كل، لا تبقي واحد، وزير الدفاع وزير داخلية وكذا، وبعدين وما النتيجة؟ راح ألبس آني عسكري وروح من القاهرة أسافر بغداد حتى أحمي الأمن؟ يا رجل خلنا نكون موضوعيين وأمناء مع الناس، أمشي يكون أمناء مع الجمهور. الحقيقة لدينا مشكلة، ما هي الحلول لها هذه المشكلة؟ أول هذه الحلول أن نثق بأن هذه العملية عرجاء، عوراء، فيها عوراء، فيها عرج، فيها مشكلة. كيف يمكن لنا أن نساعد؟ كيف يمكن لنا أن نعيد العملية السياسية إلى صحتها؟ هل نريد أن نرمي كل هذه العملية السياسية 17 عام إلى الوراء وأن نعود للنظام القديم؟ هذا أمر مستحيل، لن يحصل ذلك. واحد. اثنين، كيف يمكن لنا أن نكون قوة ضغط على المجتمع وأدوات ضغط على المجتمع لتصحيح العملية السياسية والعملية الأمنية؟ هذه هي الأسئلة سألها ضيوفك، وهذا هو السؤال الذي يجب أن تسأله لي. كيف يمكن أن نكون عوامل إيجابية لأن نستعيد العراق من مخالب إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وسوريا والسعودية وقطر؟ كل هؤلاء تشاركوا في تدمير العراق، كل على حسب أهواءه وكل على حسب مرتعاه. نحن شاركنا، نعم نحن شاركنا، تخاذلنا عن المشاركة بالعملية السياسية، ولا أقصد هنا السنة، واسمح لي وهذه المرة الأولى منذ تأسيس قناة الرافدين وحتى يومنا هذا أن أحمل الجهات السنية في العراق مسؤولية ما جرى في عام 2005 ومنع السنة من المشاركة في العملية السياسية، فأعطوا المجال لباقي الأحزاب السياسية أن تدخل وأن تأخذ حصة السنة، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وذبحت أبنائنا وإخواننا السنة في عمومنا. طيب. أنا صريح، اللي يريد يسمعني أهلا وسهلا، ما يريد يسمعني طيب. خط علي، شكرا جزيلا ومع السلامة. اسمح لي أن سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ حاتم، يعني لماذا نتهم إيران؟ أصبح اتهام إيران حديث مستهلك. لو كان الحل بإعدام جميع عناصر الأجهزة الأمنية فهذا ليس حلا من وجهة نظر دكتور رائد العزاوي الكاتب والباحث السياسي، وقال يجب أن نصحح العملية السياسية، من غير المعقول أن نعود إلى حقبة النظام السابق. إلى أي مدى تتفق مع ما طرحه من حلول يعني إطارها التصحيح للعملية السياسية؟ لا، في البداية أنا أقول بأنه هناك خلط الأوراق بشكل كبير جدا. في البداية أنا أسأل، من الذي يحكم العراق اليوم؟ هل يحكمه العراقيين أم تحكمه إيران وتحكمه الإرادة الأمريكية؟ ما موجود الآن في العراق هو نظام مبني على أساس طائفي. يعني عندما يقول نغير النظام السياسي، إذا كان النظام السياسي قائم على الرئيس الجمهورية يكون كردي، ورئيس البرلمان يكون سني، ورئيس الوزراء يكون شيعي، كيف لك أن تقوم بتصحيح هذا النظام السياسي وهو مبني على أسس طائفية مقيتة؟ المحاصصة
محاصصة طائفية. حتى الأجهزة الأمنية، رئيس أركان الجيش يجب أن يكون كردي، وزير الدفاع يجب أن يكون سني، معاونين رئيس أركان الجيش واحد يكون مسيحي والبقية يكونوا اثنين سنة واثنين شيعة. يعني نحن نتكلم عن نظام أصلا هو قائم على المحاصصة الطائفية. عندما تأتي اليوم لكي تضع أنت عدم مشارك، لا، السنة شاركوا في العملية السياسية، من يقول لم يشاركوا؟ هناك جزء من الذين اقتنعوا بالعملية السياسية شاركوا منذ البداية. قل لنا ماذا فعلوا بالمناطق السنية؟ ها هي المناطق السنية مستباحة من قبل ميليشيات إيران ودولة عاجزة عن إحقاق الحق. هذه المجازر ترتكب في الإسحاقي وترتكب في مناطق كثيرة من العراق. أين قتلت الهاشمي؟ أين قتلت المتظاهرين الشيعة؟ هذا الوضع الموجود في العراق، موجود في الوضع في العراق بأن هناك عصابات وميليشيات سيطرت على الوضع العراقي وهي من تتحكم، لا رئيس الوزراء ولا غير رئيس الوزراء. رئيس الوزراء عندما مسك خلية البعثة لماذا لم يقدمهم إلى المحاكمة؟ لماذا لم تقدم إلى المحاكمة؟ كثير كثير من التفاصيل. يعني عندما نتكلم عن المجازر، مجزرة الإسحاق، المقابر التي الآن تكتشف في مناطق السنة، لماذا لم يقدم أحد؟ 18,000 واحد مغيب من مناطق أهل السنة، لماذا لا يقول للنظام تعالوا قدموهم هؤلاء للمحاكم؟ أنت تأتي الآن لن نقول نحن اعدم أحد، لم نقول اعدم الأجهزة الأمنية واعدم كذا، عمي بالعافية عليك الأجهزة الأمنية والنظام السياسي مالك، هذا النظام السياسي مالك اللي جاي يدافع أنت، هو هذا النظام السياسي اللي وصل العراق إلى دولة فاشلة، اللي وصل العراق بأن يكون صاحة للصراع ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. هذا هو العراق اليوم الذي يتكلم عنه الضيف. العراق لن يكون هناك إصلاح ما لم تكون هناك ثورة جذرية للنظام السياسي الحاكم. الشيعة لماذا قتلوهم الآن في الجنوب؟ أكثر من 800 قتيل وأكثر من 30,000 جريح في المناطق الجنوبية، لأنهم خرجوا على فساد النظام السياسي الحاكم. هناك نظام سياسي فاسد أمسك بمقدرات القوة في النظام العراقي، السلطة بيده، القضاء بيده، والسلاح بيده، ومدعوم من جهات خارجية، ومن يرفع صوته يقتل. أي صوت الآن يرفع للتغيير في داخل العراق يقتل. هذا هو الوضع العراقي الذي يتكلم عنه الضيف. إذا كانت العملية السياسية تريد التغيير، لماذا لم يكن هذا التغيير في الفترة الماضية؟ أنا أقول بأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة، لأنه النظام السياسي لن يسمح بتغيير قواعد اللعبة في العراق، لأن هذه الميليشيات التي سيطرت على الوضع العراقي وسيطرت على مفاصل حيوية في الدولة العراقية وامتلكت المال وامتلكت السلطة، لن تسمح بتغيير الوضع القائم. كما ان ايران الذي يقول اصبحت يعني فريه قديمه، لا، ايران هي من تتحكم في الشان العراقي، اصبحت وان لم تصبح. يقول انها حديث مستهلك الان. لا وطبعا مستهلك. هو يقول ليس فقط ايران، استهلاك. هذه حقيقه. يقول جميع دول الجوار التي تحيط بالعراق هي متآمره على العراق، في حين أن الميليشيات هي مدعومة من إيران، ليس هناك أي مشروع عربي داخل العراق. أنا أعتقد هذا أولا. المسألة الأخرى، احنا لا نريد أن ننجر إلى مواضيع أخرى، يعني حقيقة يعني نحن نتكلم عن هذا التفجير. ما هو أسباب هذا التفجير؟ أسباب هذا التفجير الفشل الأمني، الفشل السياسي الذي انعكس على الفشل الأمني، والفشل السياسي الذي انعكس على الوضع الاقتصادي في العراق، وسينعكس على كل الأمور الأخرى في العراق، لأنه لا توجد هناك إدارة حقيقية. يعني الآن الكاظمي عندما جاء يتكلمون عن التخطيط الاستراتيجي القومي للأمن أو للعسكر في العراق. عندما تريد أن تبني دولة، مؤسسات دولة، لا تبنى على المزاجيات. يعني عبد الوهاب الساعدي عندما كان عادل عبد المهدي تم إخراجه، عندما جاء الكاظمي جاء بالساعدي وضعه جهاز مكافحة الإرهاب. غدا عندما يتغير الكاظمي سيأتي رئيس وزراء جديد يغير الساعدي ويأتي بآخر. نحن نتكلم عبارة عن مسألة ولاء، يعني على أساس الولاء وعلى أساس المصالح، ليس إلا يعني. أما أن يكون هناك تخطيط استراتيجي قومي لدولة حقيقية تقوم ببناء مؤسسات دولة على أسس مهنية وعلى أسس حرفية، لا يوجد هذا الشيء. وبالتالي لا يمكن لنا أن ننهض بالعراق طالما هذه الجهات تسيطر على العراق، وطالما هذه الجهات هي التي تتحكم. يعني تتصور عندما يتكلم هو عن تغيير النظام، ميليشيات تفرض إرادتها السياسية على الوضع العراقي وعلى تشكيل الحكومة. عدنان الزرفي لماذا لم يرشح إلى الحكومة؟ لأن الميليشيات رفضت ترشيحه إلى أن يكون رئيس وزراء. الكاظمي عندما جاء بصفقة مع جميع الأحزاب السياسية وهو غير قادر على الخروج عليها، والدليل على هذا بأنه لا يستطيع أن يحاسب أي من موجود من ضمن الميليشيات التي تعمل في بغداد، والدليل على هذا الحادثة اللي صارت في الزعفرانية والحادثة اللي قتلت الهاشمي. الآن الكاظمي سيخرج لنا وسيقول أنا ولي الدم
ثم يذهب هذا الملف يطوى هذا الملف ويوضع مع الملفات الأخرى التي درج عليها القضاء العراقي ودرجت عليها الحكومات السابقة بأنه الناس تقتل وتدفن هذه الملفات في الدروج مال المسؤولين وينتهي الموضوع. نحن أمام إشكال حقيقي. هناك نظام قضائي مسيس، هناك أجهزة أمنية مخترقة من قبل ميليشيات تابعة لإيران، وبالتالي ما يجري في العراق هو ضمن هذا السياق الذي يؤدي إلى الفشل والفشل المتراكم. نعم أستاذ ظافر الشمري المتخصص في مجال مكافحة الإرهاب، بالعودة إليكم مرة أخرى، وكالة فرانس بريس ذكرت أن ربطت ما جرى من تفجيرات إجرامية في العراق باقتراب موعد الانتخابات. من وجهة نظركم وأيضا ترى أن الأمر له ربط مع اقتراب موعد الانتخابات، وخصوصا أن هناك مطالبات شعبية بإسقاط نظام المحاصصة الفاسد القائم في العراق، وأيضا هناك البعض من يتحدث يعني عن أن هذا النظام يعني ممكن إصلاحه، مثل ما تفضل السيد رائد العزاوي الباحث السياسي الذي غادرنا قبل قليل وأنهى الاتصال. شكرا. يعني مجموعة أسئلة كثيرة، نبدي من إسقاطات التفجير على الانتخابات. بالنسبة للانتخابات طبعا هو نعرف أن ثورة تشرين جاءت من أجل أن تغير النظام السياسي، وليست مسألة إصلاح النظام السياسي. الفاسد لا يصلح، الإرهابي لا يريد، الميليشياوي لا يريد أن يرمي السلاح. مسألة تشرين كانت ضربة قوية جدا، هزت أنا أقول أسميه الاحتلال الإيراني للعراق. نعم هناك دول تؤثر بالعراق في قرارها السياسي في قرارها الأمني، لكن إيران لا تزال هي اللاعب الرئيس، لأنها تتحكم بمفاصل الاقتصاد والأمن وأيضا القرار السياسي الخاضع لسلاح الميليشيات. ثورة تشرين أفرزت يعني أفرزت إفرازات. هناك كثير من يعني في ذلك الوقت حصلت استفتاءات وحصلت آراء. ذكر الضيف مثلا سيد عدنان الزرفي ويمكن فائق الشيخ علي اللي فاز بأكثر الاستفتاءات. هناك مسألة الذهاب إلى إنهاء الطائفية يجب أن يكون إما بطريقين، إما من خلال الانتخابات وإما من خلال التمرد على الدولة. التمرد على الدولة هو مسألة غير صحيحة، لأنه يعني راح تكون حرب أهلية، وهذا ستستغلها كثير من الجهات والدول التي لا تريد للوضع العراقي أن يستقر. إذن أمامنا العملية السياسية، أمامنا الانتخابات، واجبنا إحنا كنخب كمثقفين كمتخصصين أن يعني لا نمتلك أدوات غير التوعية غير زيادة الوعي. اليوم الشعب العراقي واعي جدا، يعني عندما يصل إلى مرحلة أن يقوم بثورة ويدفع يعني ضحايا من حوالي 600-700 شهيد وحوالي 300,000 مصاب، معناها وصل إلى مرحلة من الوعي، وصل إلى مرحلة من التفكير إلى أن القرار يجب أن يكون بالتغيير. نعم هناك مماطلات، هناك تسويف، وهذا الذي حصل. يعني التسويف الذي حصل هو واحد من عندهم. من الذي يستفيد من التفجير؟ يعني من الذي يستفيد من هذا؟ من هو المستفيد بالنتيجة؟ هل هي داعش التي يعني تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى العملية؟ هل هو الذي سيستفيد؟ ماذا يستفيد من قتل 30 و40 فقير في الشارع؟ يعني سيكون رد الفعل من الشارع هو طبعا عدم هو الوقوف ضد الإرهاب. لكن في نفس الوقت عملية التحشيد الإعلامي يجب أن يكون لها تحشيد إعلامي مقابل. إذن واجبنا إحنا أن نضع مسألة مقاومة الاحتلال الإيراني كمسألة رئيسية. المقاومة ليست بالضرورة أن تكون بالسلاح، هناك مقاومة يعني المقاومة تكون من خلال توعية الناس بتعطيل يعني أي عمليات تهريب أو عمليات
في الموانئ أو تهريب سلاح أو الكشف عن المتورطين أو الذين يشترون بالمال، وكل هذه الأشياء ممكن اليوم يجب أن نرسخ في ذهن المواطن العراقي أن العراق محتل، وهي حقيقة. يعني نحن لا ندعي، كما قلنا القرار الاقتصادي بيد إيران، العراق هو الرئة التي تتنفس منها إيران، البضائع الإيرانية تغزو العراق، أيضا السلاح الذي ينتقل من شرق العراق عبر منافذ تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران وتعمل ضمن استراتيجية لحماية الأمن القومي الإيراني، وتخرج من الغرب لتصل إلى غرب العراق. يعني العراق مخترق، فكيف لنا أن نوقف هذه؟ نعم، بالدعوة إلى العملية، بالدعوة إلى الانتخاب، بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات وبكثرة، وبدون أن نقول ننتخب شيعي أو ننتخب سني أو ننتخب كردي. هذه يعني هذه الأمور يجب أن نتجاوزها، إما أن نعيش ونغير، وإما أن سنبقى نحن وأولادنا وأولاد أولادنا سيبقون يعانون من هذه العمليات. بشمري، نعم، سأعود إليك مرة أخرى. اسمح لي أن أعود بالسؤال للأستاذ حاتم الفلاحي. أستاذ حاتم، بالتأكيد هناك توقيت على المستوى الدولي أو الإقليمي والمحلي في العراق لهذه التفجيرات. إيران مستحوذة على العراق سياسيا واقتصاديا مثل ما تحدث الأستاذ ظافر الشمري، ولكن هنا يعني الميثاق الوطني العراقي له في بيان تصريح التفجيرات رسالة إيرانية لإدارة بايدن من أجل التفاوض على الملف النووي. هل ترى ثمة ربط بين يعني استلام جوزيف بايدن إدارة البيت الأبيض بعد يوم واحد فقط حصلت هذه التفجيرات؟ نعم، لا شك أنه مسألة التوقيت واضحة جدا بأنه لها دلالات متعددة. يعني أولا جاء التفجير في فترة نستطيع أن نقول تبديل الإدارة الأمريكية، وبهذا يعني منظومة الردع الأمريكي تقريبا تعطلت الآن خلال هذه الفترة، لأن هناك إدارة جديدة لها نظرة خاصة بالنسبة للملفات في المنطقة، وبالتالي يمكن العبث في المنطقة كما يفعل الإيرانيين الآن في المنطقة خلال هذه الفترة. أضف إلى هذا بأنه قد تكون لها دلالات أيضا حتى إقليمية على المستوى الإقليمي، وبالتالي ما يجري الآن من عمليات مواجهة غير مباشرة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هي واضحة جدا. يعني القصف الذي كان في جرف الصخر قبل أيام كان واضح للعيان. يعني أضف إلى هذا بأن هناك الآن حقيقة اتهامات كبيرة جدا للعراق بأنه طائرات مسيرة انطلقت لضرب أهداف في السعودية خلال هذه اليومين، وتبنت إحدى جماعات اسمها الوعد أو كذا، يعني بأنها هي التي تبنت مسألة ضرب أو إرسال هذه الطائرات، وبالتالي نحن نتكلم عن صراع. أضف إلى هذا بأنه هناك عملية قصف أيضا لمطار بغداد الدولي خلال هذه الفترة أيضا من قبل الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة، والذي الضيف يتكلم عن عملية إصلاح عملية سياسية، وكأنما برايمر عندما جاء إلى الحكم لم يقل بأنه نسب المكونات كما يلي: مجلس الحكم الذي شكل 25، 5 للسنة و5 للأكراد و13 للشيعة و1 مسيحي و1 تركماني. هذه النسبة من جاء بها؟ جاء بها الاحتلال. طيب كيف تريد إصلاح العملية السياسية وهي قائمة أصلاً على المحاصصة؟ نسبة السنة 20%، لا يزيدون في مسألة البرلمان. هناك كثير من الأشياء التي طيب السنة عندما خرجوا عام 2013 في حراك شعبي، حقيقة أنا لم أكن أرجو أن يغادر، يعني كنت أريد أن يبقى معنا في البرنامج لكي يسمع. يعني الحراك الشعبي عام 2013 السنة سنة ونصف خرجوا، محافظات كاملة انتفضت عن بكرة أبيها للخروج بماذا؟ لإصلاح النظام السياسي. خرجوا لإصلاح النظام السياسي وإنهاء التهميش. الآن عمليات قتل يعني ممنهجة من خلال هذه الحكومة الطائفية الموجودة بعملية إعدام جماعي لكثير من السجناء الذين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة. هذا النظام السياسي الذي يحكم في العراق. يتكلم عن نظام سياسي، حكومة غير قادرة على أن تقف بوجه مطلقي صواريخ الكاتيوشا، غير قادرة على حماية العاصمة بغداد. يريد هذه الحكومة أن تقوم بحماية السنة في العراق، وما يجري من صراع طائفي تقوده إيران في المنطقة، ليس في العراق وإنما في المنطقة. عندما يخرج مصلحي ويقول بأننا نحتل أربع عواصم دول عربية، بغداد ويعدد بغداد وسوريا ولبنان وصنعاء، هذا الكلام يعني لا يسمعه أحد. طيب عندما يخرج
عندما يخرج قائد الحرس الثوري الإيراني ويقول شكلنا في العراق 100,000 جندي تابعين لإيران، ليس هذا تدخل في الشأن العراقي؟ هذا الإصلاح يكون بهذه الطريقة؟ عندما ميليشيات تسيطر على مناطق سنية وترفض عودة النازحين إلى هذه المناطق منذ عام 2014 وإلى اليوم، أين الدولة؟ أين الإصلاح الذي تنادي به؟ دولة تسيطر عليها عصابات وتحكمها عصابات الجريمة، جريمة المنظمة. هناك اغتيالات بالأمس كانت على السنة، اليوم بعد أن انتهى السنة وخرج الشيعة بعد أن رأوا الفساد ورأوا النظام السياسي الفاسد بكل تفاصيله، بدأ القتل الآن بالشيعة، ورأينا ماذا ارتكبت من مجازر. يعني في يوم واحد في الناصرية على جسر الزيتون 76 شهيد، ولا يزال القاتل الآن في 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 مؤسسات الدولة العراقية. لا توجد لدينا دولة، توجد لدينا حقيقة دولة تحكمها مراكز قوى متعددة. يعني الصدر مركز قوى الآن من ميليشيا حزب الله، العصر غليظة الإيران في العراق الآن تحكم العراق كيف تشاء. هادي العامري يتكلم يقول بأننا سوف نواجه الإرهاب وسنخرج التواجد العسكري الأجنبي من العراق. طيب لماذا لا تخرج التواجد العسكري الإيراني؟ المناطق الجنوبية خرجت وحرقت القنصليات في كربلاء وفي النجف وفي البصرة احتجاجا على النفوذ الإيراني وعلى سيطرة إيران على الوضع العراقي. الآن هناك ميليشيات تقوم بتصدير النفط من مناطق في بغداد، في مناطق يثرب، في مناطق عزيز بلد، خارج إطار الدولة. لا أحد يستطيع أن يحاسب هذه الميليشيات. الكاظمي نفسه يقول لا نريد أن تكون هناك مواجهة. طيب إذا دولة تخشى المواجهة مع ميليشيات، كيف ستكون هناك دولة؟ كيف ستكون هناك انتخابات؟ تريد انتخابات؟ لا توجد انتخابات، حتى الانتخابات المبكرة انتهت. الانتخابات المبكرة عندما يتم تأخيرها إلى الشهر العاشر، بقيت 6 أشهر على الشهر الرابع تكون الانتخابات القادمة. هذا النظام السياسي لن يقدم على تفكيك نفسه، ولن يقدم على شيء بحيث يؤثر على الامتيازات التي حصل عليها طوال الفترة الماضية، ثم يأتي يقول لكي نصلح النظام السياسي. لن يصلح النظام السياسي بهذه الكيفية. أضف إلى هذا بأن حتى هذا التفجير فيه أوراق كثيرة. يعني هذا التفجير يريدون منه إثارة النعرات الطائفية، ورأينا الإعلام المعادي الذي كيف استخدمته الميليشيات لإثارة الشارع ولتعبئة الشارع طائفيا. يريدون زرع الخوف بحيث لا يريدون أحد يتظاهر عليهم في الفترة المقبلة، لا يريدون نظام سياسي يخرج عليه الناس ويقولون هذا خطأ وهذا صواب. يريدون أن يبقوا هم بالحكم، وبالتالي يجب أن تكون مثل هذه التفجيرات لأنها تخدم بقاء النظام السياسي الحاكم. أضف إلى هذا عندما يقول من قتل المتظاهرين في الجنوب؟ ألم يقتلهم هذه الميليشيات؟ ألم تقتلهم هذه العصابات؟ ماذا فعل النظام السياسي الذي تريد إصلاحه؟ طيب إذا كان هناك نظام سياسي قادر على الإصلاح ليتخذ خطوات جريئة في مواجهة هذه الميليشيات وهذه العصابات. أما أنك تأتي لكي تصلح النظام السياسي وتضع أخطاء العملية السياسية، لا، السنة شاركوا في العملية السياسية، من اقتنع من الحزب الإسلامي وجوقة الحزب الإسلامي شاركوا، ورأينا ماذا كانت النتائج. هذه النتائج، شوف المناطق السنية الآن مدمرة. عندما يخرج أسامة النجيفي في مقابلة تلفزيونية على سكاي نيوز عربي ويقول بأنه ذهبت إلى إيران وهددني مسؤول بأنه قبل سقوط الموصل بـ6 أشهر 4 أشهر قال بأنه إذا لم تتفق مع المالكي سوف تسقط مدينة الموصل بيد الإرهاب، ثم تسقط في حزيران بيد الإرهاب. ماذا يعني؟ يعني بأن الدولة تدار من قبل إيران، ولم تشكل حكومة على الإطلاق إلا لم تكن هناك توافقات إيرانية أمريكية على تشكيل هذه الحكومات. هذا النظام السياسي الحاكم الذي جاءوا به بعد 2003 كيف تريد إصلاحه على الأساس هذا؟ لن يكون هناك إصلاح. الآن هناك فقدان للثقة. الكرد لا يثقون بالعرب، الشيعة لا يثقون بالسنة، السنة لا يثقون بالشيعة. هناك إشكال حقيقي في النظام السياسي جاءت به وتسببت به هذه الطبقة السياسية الفاشلة والحاكمة في العراق بعد عام 2003. نظام المحاصصة أخرج هذه الأمور، ومن مخرجات نظام المحاصصة هذا الاختلاف، وبالتالي ما يجري للشعب العراقي من مآسي ومن عمليات تفجيرات مستمرة. أستاذ ظفر الشمري، هل تتوقع من وجهة نظرك بناء على هذه المعطيات، وهناك أطراف سياسية مستفيدة وهناك أيضا أطراف إقليمية تضغط باتجاه ملفات دولية، ترى أن مسلسل هذا التفجيرات ضد العراقيين الأبرياء ممكن أن يستمر؟ أي نعم، ممكن أن يستمر. يعني هذه كلما وجدت هذه المنظومة نفسها في الزاوية، نعم ستستمر هذه التفجيرات. يعني نتذكر احنا قبل انتخابات 2018
أيضا حصلت تفجيرات ومنهم أيضا في ساحة الطيران. يعني هذا عملية التحشيد الطائفي هو الدم الذي يحرك قلب هذه العملية السياسية العرجاء. التحشيد الطائفي خطأ كبير يجب على كل المهتمين أن يعني وخاصة الذين يسمع كلامهم. الدولة لا طبعا لا أقصد المسؤولين في الدولة ولكن أقصد كل من يمتلك يعني منصة لطرح رؤاه وأفكاره أن يعني ننهي عملية التحزب الطائفي، انتخاب الأحزاب الطائفية، سنة وشيعة. السنة قتلوا والشيعة قتلوا كما ذكر الضيف الكريم، هناك 800 وزائدا 30 ألف أيضا تم قتلهم بدم بارد، ولم يحقق في الموضوع، وحتى أن حقق وعرف من القاتل فإن القرار السياسي المحكوم من قبل الميليشيات لن يتمكن من كشف القتلة. لم يكشف أحد قتلة المتظاهرين، لم يكشف أحد قتلة الإعلاميين، لم يكشف أحد قتلة ريهام، لم يكشف أحد قتلة الهاشمي. حتى عندما قال الناطق الإعلامي أن هناك جهة هربتهم إلى إيران تم طرده، ثم تم طرد المستشار الآخر. يعني هناك من يتحكم بهذه المفاصل. يجب ترك الخطاب الطائفي ودعم كل من يعني احنا جايين مقبلين على الانتخابات. الانتخابات ستكون في موعدها او في غير موعدها ستكون. يجب ان نتحرك، يجب ان نطلب ايضا اشراف دولي على الانتخابات. يجب ان يكون هناك اشراف دولي. ما دام السلاح المنفلت موجود يعني ستكون نتيجة الانتخابات مزورة وستبقى هذه الطغمة. يعني يجب أن نفهم أن علينا كشف هذه الأوراق وبالتالي دفع يعني العراقيين الذين استشهد أبنائهم وأصيب أبنائهم في تشرين، أن الخيار الوحيد هو الاتجاه إلى الأحزاب غير الإسلامية، الأحزاب التي لا تنطق بالطائفية والمذهبية، من أجل يعني إبعاد كل من شارك في هذه العملية من 2017 وحتى الآن، سواء أحزاب سنية أو أحزاب شيعية أو أحزاب أخرى. يعني شكرا لك أستاذ ظافر الشمري المتخصص في مجال مكافحة الإرهاب. أخيرا في أقل من دقيقة أستاذ حاتم، هل تتوقع أن تستمر عمليات التفجيرات الإجرامية ضد العراقيين الأبرياء؟ أكيد، يعني هذه التفجيرات لن تنتهي بهذه السهولة، وهي رسالة إلى الكاظمي بأنه أنت بدل أن تذهب لمواجهة الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة عليك أن تلتفت إلى جهات أخرى، وهي عملية حقيقة. يعني هذا التفجير له دلالات كثيرة باتجاهات معينة، حتى وإن كان تنظيم الدولة تبنى هذه القضية، تنظيم الدولة يتبنى أي شيء لكي يثبت وجوده إعلاميا على الساحة العراقية. ولكن في حقيقة الأمر اسأل من المستفيد من هذه التفجيرات، وبالتالي الميليشيات وإيران تستفيد من هذه التفجيرات بشكل كبير جدا. ولكن أنا بس في عجالة، يعني عندما يتكلم عن الانتخابات عام 2018 ألم تكن بإشراف دولي؟ ألم تجري هذه الانتخابات وعزف الشارع العراقي عن الذهاب إليها، بحيث لم يذهب يعني في أحسن أحوالها لم يصل نسبة إلى 15%؟ ألم تحرق صناديق الاقتراع لأن كانت نسبة التزوير كبيرة جدا؟ يعني أي انتخابات التي تأتي لكي تصلح الحال الآن في العراق، والسلاح هو الذي يقول كلمة وهو الذي يفرض واقع بقوة السلاح على أرض الواقع. أنا أعتقد بأنه هذه التفجيرات لن تكون الأخيرة في العراق طالما هذا النظام السياسي بقي على ما هو عليه، وهذه الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة هي من تسيطر على الأوضاع في العراق. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، وشكرا جزيلا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في مجال مكافحة الإرهاب ضيفي عبر سكايب، وشكر موصول أيضا للدكتور رائد العزاوي الكاتب والباحث السياسي. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.